قال بعض الاختبارات التي يختبر بها الإنسان نفسه ليرى هل هو متواضع أم متكبر. الاختبار الأول، الامتحان الأول، أن يقوم بمناظرة، أن يناظر في مسألة معينة أحد أقرانه، فإن ظهر الحق على لسان صاحبه فثقل ذلك على قلبه، أو وجد أن ذلك أنه يصعب عليه أن يقبل بالهزيمة، قال فليعلم، قال فإن فثقل عليه قبوله والانقياد له والاعتراف به والشكر له على تنبيهه على أنه على خطأ، فليعلم أن في نفسه كبر دفين. إذن هذا الامتحان الأول. الامتحان الثاني أن يجتمع مع أقرانه وأمثاله في المحافل ويقدمهم على نفسه ويمشي خلفهم، فإن ثقل ذلك عليه فهو متكبر. الامتحان الثالث أن يجيب دعوة الفقير ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء ويساعد غيره ممن هم دونه، ويحمل معهم أمتعتهم، فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبر. أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت، فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء. ثم وكل إنسان يستطيع أن يختبر نفسه باختبارات هو يضعها ليرى هل هو والله متواضع أم هو نفسه تتأبى عليه. قال الإمام الغزالي في النهاية، يقول أن خلق الكبر أو وضده خلق التواضع يحتاج إلى رياضة، والأخلاق يكتسبها الإنسان إما جبلة وإما يكتسبها عن طريق الرياضة كما مر معنا سابقا. وقال وهذا خلق التواضع كغيره من سائر الأخلاق له طرفان، وطرفان مذمومان والوسط هو العدل، فإذا زاد فطرفه الذي يميل عنه هو التكبر، والطرف الثاني هو الذل والخسة، والوسط هو التواضع. والمحمود أن يتواضع الإنسان لغيره في غير ذلة. تمام، التواضع يكون في غير ذلة، فإن كلا طرفي الأمور ذميم، وأحب الأمور إلى الله أوسطها، والمحمود عند الله عز وجل هو العدل، ويكون بأن يعطي كل ذي حق حقه، فيتواضع لأقرانه ومن يقرب من درجته، ويتواضع لمن هو دونه. ويضرب لنا الغزالي هنا مثال بالإنسان العادي السوقي، يعني العامي، يكون التواضع للعوام وبالبشر في الكلام والرفق في السؤال وإجابة دعوة الفقراء والسعي في حاجاتهم وأمثال ذلك، وألا يرى نفسه خيرا من عوام الناس أو من دونه، وإنما يرى نفسه أقل من غيره. كما يقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه في الشاطبية عن حامل القرآن ورجل العلم، يرى نفسه بالذم أولى، لأنها يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر لألأ. يعني أن الإنسان هو أو الإنسان يرى نفسه أولى بالذم من غيره، لأنه لم يبذل جهده كله في طلب رضا الله عز وجل. بهذا القدر إخواني الكرام نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.